ايوه. يا ابني لا لا، اكرهني. لازم احكي لك حاجه على حسين فهمي. قول. في عندنا مشهد اللي هو بتاع المحاكمه، المفروض الفلاحين هجموا على الفرنساويين، كسروهم يعني، وخدوا منهم السلاح وضربوهم، واللي كانوا بيلقوه بيضربوه بالنبابيت يعني، وكانت مفروض مطحنه يعني. واحمد تمام امين كده؟ فتحت. تمام. فمفروض هو من الفرنساويين اللي هيضربه. فهم وهو بيجري، مفروض بيجري ومعاه مجموعة ممثلين اللي لابسين فرنساوي، مفروض دول يتضربوا. العساكر والفلاحين هم اللي بيضربوا. تمام. فما فيش حد الا ما اتضرب في في الفرنساوي اللي هم لابسين فرنساوي. ايا كان بقى نجم مش نجم. فوجئت في احد التيكات انا قاعد على المونيتور، بصيت لقيت واحد كده من الكومبارس اللي المفروض معانا في اللي المقاومه المفروض الشعبيه، حسين فهمي مسك حسين فهمي حوط عليه عشان ما حدش يضربه، وخده بيحميني قاعد يحميه وخده على جنب. طبعا بوظ الشرطه، خلى كل ده نعيده تاني. ما هو ازاي نضرب حسين فهمي؟ هو مش قادر يصدق يا حبيبي، مش قادر يشوف استاذ حسين اللي بيحميه. خد بالك يا استاذ، خد بالك يا استاذ. طب وانت عملت ايه لما قلت له سيبك مني انا دلوقتي؟ سيبني اتضرب، سيبني امسكها في وشي. وانا وسعداني مكتفين الاستاذ وبنثبته ايوه بالسكينه، مش قادرين يا جدعان حسين فهمي، يعني قله الادب اللي احنا فيها، ازاي نجرؤ على كده؟